هادشي ديال التقليدي هادشي ديال الصوف، ولكن هادشي ما بقاش كيتمشى. في الاول كان كيتباع هادشي دغيا بالزربه، دابا ما بقاش هادشي كيتباع، حيت هادشي ديال التقليدي دابا ما بقاش كيتباع مزيان. كيتباع ولكن ماشي بزاف، ماشي بحال الاول. الاول كان ثمن و سبحان الله العظيم، وكنجيبوا شي حاجه كيتباع دغيا، العيالات كيصاوبوا هادشي، كيجيبوا الصوفه وكيقادوها يصبنوها كاينه تماره، كاينه تماره، يغسلوا الصوف ويمشطوها ويقادوها عاد ديك الساعه ويديروا فيها سميتو جلابه ولا سلهام ولا سوق عام. كنجيو النهار كيقرب السوق عام كيوجدوا العيالات داك الشيء، وكاين اللي كتجيب ديالها وكاين اللي كتصيفطها لشي واحد، لا عنده شي واحد كتصيفطها ليا. المهم كل سوق وداك الشيء اللي جاب كان سلام وجلالب، سلام وجلالب وزرابي كلشي. المهم داكشي اللي المنديل ديال الخبز، الحندير ديال العيالات، الاثمنه كيبداو من 50 درهم والفوق، من 50 درهم حتى ل 16000 ريال. شويه ماشي بزاف، الاقبال شويه ماشي بزاف في هذا العام. هما في الاول كاين، في الاول كنجيبوا شي حاجه كتباع دغيا بالزربه، هو كيعاون كيجمع بنادم، كيجي البرانيين وكيجي، المهم كيترزقوا الله كل واحد ورزقه صافي. الثمن مناسب، الثمن مناسب، رخيص كاع ماشي مناسب. باش دير الثمن بحال هاد الجلابه هادي، ان شاء الله راه هادي تقريبا يكون درتي ليها الثمن، شحال باش تخدمات وشحال باش سميتو، راه غادي تخرج تقريبا في شي 14000 ريال. وسميتو ها السيد بدا هنا قال لي شحال عطاوك؟ قال لي 50 درهم. هذا الثمن ماشي الثمن ديال هاد الجلابه هادي. هادي شحال باش تخدمات؟ شحال عطاها غير الخياط باش يخيط، هادي غادي يطلع بليك 6000 ولا 4000 ريال باش تخيط. هادي السوق راه مروج للناس، الناس راه تيوجدوا لهاد السوق من تقريبا عام باش تيوجدوا لهاد السوق. كل المهم تيديروا المجهود ديالهم باش يجيو لهاد السوق. هاد الشيء كيدوز مع المراحل كبيره بزاف، من الصوف، من الصنايع، من اي حاجه، من تقليليه، من الزيد، اي حاجه. وهاد الصوف كيغزلوها العيالات، كنزيوها من الغنم وكيصاوبوها كيسبنوها ويغزلوها ويمشطوها ويصاوبوا فيها هذا الغطاء وكيعيشوا منها. ومن بعد كيدوز في المراحل ديال الغزال، عاد يمشي لسميتو، عاد يتعاود، عاد يجيو يتبع هنا، عاد يشريو فيه داك الشيء المعيشه ديالهم. المعيشه ديال هنا شويه راه صعيبه، حيث الناس هنا الفقراء ما عندهمش الله يحسن عوانهم، ماشي بحال المدونه، ماشي بحال الدار البيضاء، ماشي بحال الرباط. الناس كيجيو من عامه من العام العام، الراس العام الراس العام، كيجيو كيبيعوا المنتوج ديالهم، سواء من الجي سواء من الجي سواء من الصحراء ولا من الغاز. كنجيبوا ذاك الحوايج نبيعهم هنا، ولينا ما كاينش فين ما نبيعوش والو، ناقصه الحركه ناقصه، ما بغاوش الناس هذا الشيء. هذا الصوف ما كيمشى، صعيب عليهم نسيت مالا نجي من السوق ما كيمشى، انا عايش بالزز. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.